عاصمة تحضيرية في ثانوية الشريف الإدريسي على صفيح ساخن، خلال اليومين الأخيرين بسبب وفاة طالبة في ظروف غامضة وتسجيل حالة إغماءات عدد من زملائها. وفي تفاصيل الواقعة، كشف عدد من الطلبة في اتصال مع هيبة بريس أن زميلتهم المعنية توفيت مضم الأسبوع المنصرم بسبب إصابتها بتسمم غذائي رفقة 20 طالبا يعيشون بداخلية المركز عقب تناولهم لوجبة داخل مطعم المركز. وأضاف ذات الطلبة أنهم عبروا عن استيائهم وغضبهم من خدمات ومعاملة إدارة المركز ودخلوا في إضراب عن الطعام، نتج عنه تسجيل حالات إغماءات لعدد من زملائهم نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات اللازمة. من جانبه، كشف مصدر عن وزارة التربية الوطنية أن وفاة الطالبة المذكورة متعلقة بحالة انتحار، مشيرا إلى أن المعنية بالأمر لم تتناول وجباتها بمطعم المركزي خلال اليوم الاثنين الذي زعم زملاؤها إصابتهم بتسمم غذائي فيه. وأضاف ذات المصدر أن المعنية بالأمر قدمتها للانتحار بتناول مادة سامة تزامنا مع الإضراب الذي خاضه باقي الطلبة، مشددا على أن التقرير الطبي سيثبت السبب المؤكد لوفاتها وسيدحض جميع الشائعات.